حرفيا يا صديقي قنديل البحر ده بيطلع اقوى واخطر سم في العالم، واسمه زنبار البحر او كورنيكس فليكر. وقنديل البحر ده بيبقى مكعب، الاحجام بتاعته بتبقى مختلفة على حسب النوع. يعني يا صديقي في بعض الانواع بتكون صغيرة جدا مش محصلة كام سنتي، وفي منها اللي بيكون كبير جدا ممكن طولها يوصل لواحد وثمانية من عشرة متر. بيتغذى على بيض ويرقات الاسماك، وبتلاقيه موجود في فترات الصيف علشان الغذاء بيبقى متوفر. تلاقي المنظر بتاعه شفاف وصعب ان انت تشوفه او تميزه، والسمية بتاعته يا صديقي بتكون قوية جدا، قادرة ان هي تقتل اكتر من 60 شخص في 3 دقايق بس. وعلى الرغم من ان هو بيترك تشوهات كبيرة على جسم المصاب، الا ان المصاب ممكن ينجو منه، بس لازم يتم اسعافه مباشرة، وتكون لسعة القنديل لسعة بسيطة. كمان لازم المصاب ما يلمسش او يحك مكان الاصابة، لان ده هيخلي السم ينفجر وينتشر في جميع انحاء الجسم. استنوا بقى الجزء التاني عن القناديل بس كده.